حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، سعادة رئيس مجلس الأمة الموقر السيد مرزوق علي ثنيان الغانم، أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أصحاب السعادة السفراء معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس، الأستاذ الدكتور حسين أحمد الأنصاري مدير جامعة الكويت، زميلاتي زملائي الأعزاء ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، إن سعادتنا اليوم يا صاحب السمو غامرة بتشريفكم لنا في رحاب جامعة الكويت قلعة العلم والعلماء، فأهلا وسهلا يا والدنا العزيز وراعي نهضتنا، وشكرا لقلبك المفتوح دائما لأبنائك وبناتك شباب الكويت، فلك منا عاطر الثناء وصادق المحبة والولاء. ونحن يا صاحب السمو أبنائك وبناتك نعاهدكم ونحن في هذا المقام على أن نكون بذرة حب وانتماء إلى وطننا الغالي الذي قدم لنا الكثير وغمرنا بفيض الحب والحنان، إلى أن جاءت هذه اللحظات الكريمة التي نترجم فيها كل معاني الحب إلى بلدنا الغالي، ونهدي تفوقنا إليك يا صاحب السمو وإلى وطننا الحبيب، والذي جاء بعد عناء وجد واجتهاد، حتى نسهم في دعم مسيرة بلدنا الحبيب، من أجل أن تكون الكويت دائما منارة للعلم والعلماء. والدنا العزيز يحظى حفل هذا العام بأهمية خاصة كونه يمثل ذكرى الاحتفال باليوبيلي الذهبي لجامعة الكويت، ويتزامن معها تشرفنا نحن أبنائك وبناتك خريجو العام 2015-2016 بتكريم سموكم حفظكم الله ورعاكم لنا، والذي يبعث في قلوبنا مشاعر الفخر والاعتزاز والتميز. وفي هذه المناسبة الغالية على قلوبنا بتخرجنا من جامعة الكويت ونحن على أعتاب مرحلة جديدة، فإننا يا صاحب السمو سنترجم حبنا لوطننا الغالي بتقديم أغلى ما نملك من معرفة وعلم لتطوير مواقع العمل ومجالات التنمية، حتى نكون لبنة جديدة في بناء الوطن الغالي، نرد له جزءا من جميله وقطرة من بحره، متعاونين يجمعنا حب الكويت وصدق الانتماء إليها. ونسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويمد في عمركم يا صاحب السمو، ويجعلكم ذخرا للكويت وشعبها، ويسبغ عليكم موفور الصحة والعافية. ونجدد العهد لكم بأن نحفظ للكويت عهدها، وأن نرد الجميل لوطننا الغالي بكل ما نملك من سلاح العلم والمعرفة، متمسكين بعاداتنا وتقاليدنا وتعاليم ديننا الحنيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.